عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عطل الفساد السياسي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2022 وأصاب أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، تتسابق الحكومة الجديدة وفريقها الوزاري الموصوف بالخدمي يسابقون الزمن من أجل إعداد مشروع الموازنة الاتحادية وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إدراجها في جدول الأعمال والتصويت عليها بأقرب فرصة. فالبرنامج الحكومي الواعد اللي تعهدت به هاي التشكيلة الحكومية يستلزم موازنة للبدء في خطوات إنجاز على أن تأخذ بعين الاعتبار دمج الفائض المالي المتحقق جراء ارتفاع أسعار النفط الذي راح تترتب بطبيعة الحال إزاء هذه الفروقات المالية وأولويات وطنية، في المقدمة منها إصلاح قطاع الخدمات المثقل بالأزمات. أما في ملفنا الآخر مشاهدينا الأحبة من ملفات حصادنا لهذه الليلة، لا يخفى على أحد أن السلة الغذائية تعد إحدى المنقذات للمواطن العراقي، خصوصا لما تصل دخولهم البسيطة والمحدودة إلى دون مستوى خط الفقر. بالتالي الاهتمام بهذا الجانب يلعب دور كبير بتغيير حال بعض العوائل وتخفيف جزء كبير من هم معاشهم. لذلك تتوجه حكومة الخدمات الحالية إلى إجراء تعديل على السلة الغذائية، وهاي التعديلات عدها المراقبون خطوة إيجابية للتفكير بمعاناة المواطن وصعوبة العيش، خاصة وأن الأسواق تشهد ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية. بالتالي توزيع السلة الغذائية لسد حاجة المواطن بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد يسهم بتخفيف حدة المعاناة وضنك العيش لهذه الطبقات المنسية. مشاهدينا، هاي الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا. حياكم الله. مع اجتياز القوى المؤلفة للمشهد الكثير من المعوقات والموانع السياسية، فإن حديث الحكومة الخدمية انتقل إلى مناقشة استحقاقات المرحلة اللي يقفز في المقدمة منها مشروع الموازنة العامة للبلاد واللي يرتبط أو ترتبط به كثير من المشاريع الاستراتيجية. خلونا مشاهدينا أحب نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدنا زميلنا علي حبيب. موازنة 2023 أول قوانين الحكومة الجديدة إلى البرلمان، هكذا تنبئ التصريحات الحكومية والمباشرة الفعلية من الوزارات بإعداد موازنة العام المقبل بشقيها التشغيلي والاستثماري. فلم يتبقى سوى أيام قليلة، خاصة وأن جميع شروط إقرارها توافرت، وضمن المنهاج الوزاري أهمية الإقرار واستثمار الفائض المالي بهدف تمكين الوزارات من إنجاز مهامها المعطلة. تصريحات سيد رئيس وزراء محمد السوداني واضحة، أنه وجه وزارة المالية أن تعد على الفور موازنة عام 23، وأنا أعتقد هي كاملة. يعني أكو الجهاز الفني في وزارة المالية، جهاز الموازنة كفو ومشتغل من زمان، وأعتقد حسبت أيام يعني إن شاء الله تعرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب. الإفادة من الوفرة المالية يضمن المضي بالمشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة 2022، ومن الضروري أن تكون هذه الموازنة بمستوى الطموح وتستطيع التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري، بما يعالج الضرر المترتب أزاء السياسات السابقة غير المدروسة وتنتج معادلة مغايرة. نأمل من الحكومة الجديدة أن يعني تحقق الموازنة اللي هي كانت سابقة مغيبة الوفرة المالية، وبالذات هالعام هذا وفرة مالية كثيرة، يا ريت لو نستفاد من هذه الوفرة لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، لأنه بصراحة عندنا نقوصات كثيرة، خدمات وأشياء أخرى، يعني تنوع اقتصادي، يعني نطور الزراعة، نطور الصناعة، يعني لا نعتمد على المجال النفطي والمجال الريعي، يعني النفط ريعي يعني. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الموازنة 150 مليار دولار بفارق زيادة 40 مليار دولار عن موازنة العام الماضي بعد انتعاش أسواق النفط عالمياً. وإذا ما نجح مجلس الوزراء والنواب في استكمال الموازنة الاتحادية فإنه تجاوز أول التحديات، غير أنها في الوقت ذاته بالون اختبار للكتل النيابية ومدى دعمها لمقررات الحكومة، لارتباط الأمر بجملة متعلقات المحافظات المنتجة وأقليم كردستان
والتي دائما ما كانت نقاط خلاف. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا في هذا الملف. أرحب بضيوفي الأكارم، ينضم معي عبر الأقمار الصناعية الدكتور عدنان عنوز، أو عفوا الدكتور محمد عنوز النائب المستقل ورئيس اللجنة القانونية النيابية من النجف الأشرف، أهلا بك دكتور محمد. وكذلك ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ كامل الغريري النائب السابق، وضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ وائل عبد اللطيف عضو ائتلاف دولة القانون. حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك سيادة النائب، أهلا مرحبا بك. أبدأ مع حضرتك سيادة النائب، نتحدث عن موازنة 2023. إذا ما رجعنا بنظرة سريعة، 22 ما بيها موازنة، 21 كانت 110 115، لكنها من المتوقع أن ستزيد هذه الموازنة. هسه ما نعرف تزيد راح استثمارية لو تشغيلية، شنو وجهة نظرك بالشروع بإعداد قانون الموازنة؟ في البداية شكرا للسؤال محمد، حياكم الله، وتحياتي لمشاهدي قناتكم الكريمة. موضوع قانون الموازنة في هذه الفترة أنا بتقديري له أهمية كبيرة بعد هذا التعطيل الذي حصل لعمل مجلس النواب، وبالتالي تأخر تشكيل الحكومة، لأن هذا القانون قانون سنوي وقانون يمس حياة المواطنين، وبالتالي لا بد من الاهتمام به بشكل جدي. وأولى المؤشرات أنا بتقديري بعد توفر الوفرة المالية لا بد من الشروع بتأسيس الصندوق السيادي لحفاظ على حقوق الأجيال القادمة أولا، وضمان حالات الطوارئ التي قد تحصل في البلاد، أكانت طبيعية أو اقتصادية أو سياسية. هذا أنا بتقدير هذا مهم، لأنه جزء من طلبات والمناهج الوزارية التي كانت تقدم في مراحل مختلفة. وبالتالي أن تذهب القضية إلى المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة، وبالتأكيد سيكون هناك نسبة ليست قليلة للتشغيل أو الجانب التشغيلي للموازنة بحكم انقطاع عمليات درجات التوظيف خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ذلك وجود عقود كثيرة وخريجين وأجور يومية. وأنا من دعاة ضرورة معالجة موضوع التمييز بين العامل بالأجر اليومي والعامل بعقد والعامل بالملاك، لأنه شاهدناها في الواقع الحال يقدمون ذات المهمة وذات الموقف وذات الجهود وذات المسؤولية، ولكن هذا التمييز يمس من الناحية العملية والاقتصادية والنفسية. فأنا أدعو إلى ضرورة أن يكون هنالك عمل مقابل أجر، وأجر مضمون لغرض ضمان مستقبل هؤلاء الذين يديرون مؤسسات الدولة، أو كما هو الحال في القطاع الخاص أن يكون لهم ضمان وتقاعد مستقبلي. طيب أستاذ، هذه قضية نعم ضرورية كي يستقر المجتمع. نعم أستاذ كامل، يعني استمعت لما تفضل به، عفوا المقاطعة سيادة النائب، كل موازنة نحن قاطعك لا اسمح لي دكتور محمد، جزء ناهيك عن مهمة ضرورية. نعم. هي موضوعة الحسابات الختامية. للأسف الشديد الحكومات الماضية لم تقدم حسابات ختامية، وآخر حسابات هي حسابات عام 2015. نعم. وبالتالي نحن سيد عنوز اسمح لي أن أقاطعك حتى بعض الأفكار اللي طرحتها ناقشها مع ضيوف الكرام، وهذا أمر يدلل على عدم وجود شفافية. نعم. اسمح لي أستاذ كامل، جودة الترحاب بحضرتك السيد الغريري، استمعت لما تفضل به الدكتور عنوز. نتحدث هنا عن وزارة المالية اللي خلت أمامها أولويات بإعداد الموازنة الاتحادية لسنة 23، وخلت أيضا من ضمن أولوياتها إنجاح الموارد المالية وتحسين استراتيجيات الموازنات. وهذا الإنجاح بمن راح يتجسد؟ بما طرحه السيد عنوز بضرورة معالجة التمييز بين الموظفين، التعيينات اللي توقف هذا الملف كثيرا وسوى تراكمات، يعني الحكومة السابقة أيضا ما حلت أن هذا الإشكال، الموازنة شو راح يكون شكلها؟ أولا الله محييكم، حي قناتي الكريمة، حي ضيوفك الكرام، حي مشاهديك الكرام.
أخي العزيز، اليوم تعرف أنت اليوم الإعداد الموازنة لهذا العام تعتبر اللي هي انفجارية، ومرت علينا طيلة السنوات الماضية من خلال السنوات كانت موازنات نعم انفجارية، بس هل احنا استطعنا في هذه الموازنات اللي سبقت هاي الموازنة أن نحقق شيء؟ طبعا لا، اليوم شعبنا غير راضي علينا من خلال الموازنات اللي هي خلال الموازنات السنوات الماضية، عندما تكون هناك موازنات وموازنات بهذه الأرقام الكبيرة جدا والانفجارية، وعندما ننظر إلى هذه الأموال لا تتناسب مع حجم الأعمار اللي موجود مع اللي ترضية المواطن، اليوم أين تذهب هذه الأموال؟ أموال الموازنات. فاليوم عندما تكون هذه السنة وبهذه الحكومة وبقيادة السيد محمد إشاع السوداني، عسى ولن أن تكون هناك آلية صحيحة لتوزيع هذه الأموال وتكون في المكان المناسب. واعتقد أن اليوم وزارة المالية أعدت الإعدادات الكاملة إلى الموازنة لهذا العام. فنحن اليوم تعرف أنت اليوم الشعب العراقي ينتظر وينتظر بفاق الصبر الموازنة، وليس بالموازنة. إذا كانت هذه الموازنة بنفس الطريقة اللي هي نهبة الموازنات وراحت الموازنات وما نعرف الموازنات أين ذهبت، ولا توجد أعمال ولا يوجد أعمار ولا توجد تعيينات ولا توجد أمور خلال نحكي لك خلال السنوات الماضية من الحكومات السابقة، فهذا طبعا هذا غير مرضي إلى الشعب العراقي. واليوم الشعب العراقي ما أعتقد أني راح يعول له، مو صير 150 مليار لو صير أكثر من هذا لأضعاف، والشعب العراقي اليوم ما يحصل عنده شيء. اليوم نريد عمل ملموس لهذه الموازنات، اليوم نريد أن الشعب العراقي يكون راضي علينا هاي الموازنة عندما يكون إعدادها ومناقشتها في داخل البرلمان، وتذهب إلى الحكومة والصادق على الحكومة وتذهب إلى المالية، والمالية طبعا تحت اتفاقيات اللي هي تكون بين المالية وبين اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية في داخل البرلمان أو اللجنة المالية العفو واللجنة الاقتصادية. فيجب عليهم أن تدرس هاي وتكون متابعة على هذه الأموال، هل هذه الأموال توصل في المكان المناسب أم لا تصل هذه الأموال؟ لأن أخي إحنا بالنسبة لنا مثل ما حصل في السنوات الماضية، نعم مرت علينا يا ما شاء الله تريليونات اللي هي من الموازنات، وتالي الشعب العراقي ما حصل من عتها. أشار السيد عنوز المتابعة راح تكون عن طريق الحسابات الختامية، والمشكلة نعم أنه ما عنده حسابات ختامية تسع سنوات. نعم أكو حسابات ختامية، لا توجد حسابات ختامية، وهذا باب للسرقة. فأنا اليوم عندما تكون هناك موازنات في كل دول العالم ليس في العراق، وإنما هاي الموازنات اللي موجودة يجب على هناك أكو حسابات ختامية لهذه الموازنة، أين ذهبت هذه الأموال؟ اليوم عندما أنا أعطيك من هذا المال وأقول لك يا أبا أنا أريد أتعمر للجهة الفلانية والقطاع الفلاني والقطاع الفلاني والأمور الغا، وبعدين هذه الأموال من عرف وين صارت الأموال؟ وهي مشكلة كبيرة. نعم سيد النائب كامل. اليوم مثل ما تفضل لا توجد حسابات ختامية من سنة 2014 خلال 16 لما جنابك أوضحت أنه هاي الموازنة انفجارية راح تكون. أستاذ وائل رحب بحضرتك مجددا، يتحدث ضيف الكريم أستاذ الغريري عن أن هذه الموازنة انفجارية وصفها، وراح تبلغ من المتوقع تكون ب 150 مليار دولار. هاي 150 مليار دولار ايش قد راح يستغرق مدى كتابة البرنامج، مشروعها، تمريرها؟ احنا هسه في يعني بدينا بالشهر 11، ومن المؤمل انه يعني راح السنة الجاية نشهد لو ناكل لنا شهر شهرين من السنة الجاية. وبعدين البرنامج الحكومي لما يفصل وفق مقاسات وزارية، وبعدين انه هاي الموازنة تكون هي المحرك الرئيسي لهذا البرنامج، يراد انه مشروط بموازنه مقبوله هذا الاداء الحكومي ولتحقيق هذا البرنامج. بدا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك استاذ احمد ولضيفيك الكريمين ومشاهديكم الكرام. يعني انا اتصور انه السيد محمد إشاع السوداني عندما وصف موضوعه الفساد وصفها بالجائحه، والجائحه بالتاكيد انها تحتاج الى لقاح. لقاح التعاطي مع ما نمر به الآن هو فرض أولويات وجعل أولويات ضمن الموازنة مع الصرامة والحزم في الجوانب الأخرى، سواء كانت على الصعيد الأمني أو على الصعيد الاقتصادي. اليوم الموازنة اللي عادة ما يعني وخاصة من محاسن الصدف
أن وزير المالية الحالي وزيرة المالية هي سيدة مسؤولة وكانت تعرف يعني لديها خبرة كبيرة في عملية الموازنات السابقة وتعرف عمل الوزارة بشكل دقيق. هناك أولويات يجب أن تعطى لكل وزارة لكي تقدمها. يعني اليوم ما محتاج أنا أعيد كلاسيكية ونمط تقليدي للموازنات السابقة وكأنه أخلي كوبي بيست وأجي أخليها، لا، اليوم أكو قضايا واضحة في كل وزارة، المبالغ التشغيلية اللي هي معروفة ومحدودة لكل وزارة بعدد موظفيها، عدد أصحاب العقود، الأجر اليومي، هذه منظومة يعني تقريبا تكاد أن تكون طبيعية، لكن في الجوانب الأخرى التي يفترض أن يحقق من خلالها البرنامج الخدمي الذي جاءت من أجله هذه الحكومة وتعهد به السيد الشياع السوداني وكابينة الوزارية، هذه الأمور يجب أن تعطى بأولويات، لا أن تمنح فرصة تقليدية لإعادة النمط الكلاسيكي للموازنات. يعني بمعنى أنا اليوم عندي وزارة الموارد المائية، يفترض أن الأولوية الأولى لها أن تراعي موضوعة التصحر مثلا اللي قاعد يجتاح الأراضي في الوسط والجنوب. عندي وزارة الزراعة المفروض أن تراعي قضية الزرع أو يعني زراعة الأرض اللي واصلة إلى درجة أنه بلهجتنا الشعبية صبخة، ناس حتى الفلاليح قامت هاجرت من مناطقها، وهكذا وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، وزارة الشباب والتربية. مواد وفرة مالية سيد وائل، يعني هاي الوفرة المالية ما راح تفيدنا بإعداد موازنة مختلفة عن الموازنات السابقة؟ لا، مو أنا ما أفكر بالوفرة المالية فقط وأصرفها زين، بعد شهرين ثلاثة أشهر صار وضع سياسي عالمي غير سعر النفط، نزل سعر النفط إلى مستوى $40، شلون أبقى أنا محدد بهذه الموازنة اللي الآن راح أضع سعر البرميل بها بشكل لربما مختلف؟ نعم. ما معقولة يعني، نعم. يحتاج إلى رؤية اقتصادية بالتأكيد في يعني هذه الحالة. أكو رؤية اقتصادية وأكو تفصال موازنة. سيادة النائب دكتور محمد، نتحدث عن بعض الموازنات اللي كانت تجري وتمرر داخل مجلس النواب، عندما ترسل من الحكومة مفصلة على مقاسات وزارية، ترسل إلى مجلس النواب تفصل على مقاسات حزبية، طيب هو من المشمول بتنفيذها والمعني بتنفيذها؟ راح أرجح الوزارات وتقول والله أنتم فصلتوها على مقاساتكم الحزبية، ما نقدر نشتغل، بالتالي يعني راح يكون أكو فد فصل بين هذين الأشياء أو هذين الجهات، المواطن ما راح يلمس شيء من هذه الموازنات. اليوم عندنا الوفرة المالية وعندنا اكو قضية تضامنية بين الحكومة، حكومة الخدمات اللي هي توصف بحكومة إطارية، الإطار نواة، اتحاد إدارة الدولة، نشوف تمريرها راح يكون بأريحية داخل مجلس النواب، وتفصيلها شلون راح يكون؟ يعني أنا أتصور، نعم، عفوا للدكتور محمد عنوزة إذا تسمح لي. تقديري ضرورة أن تغادر كل القوى السياسية والكتل النيابية النهج الذي كان سائد في الموازنات السابقة، وبالتالي عانى الشعب العراقي معاناة واضحة وملموسة والكل تحدث عنها بدون استثناء، وبالتالي لابد من موازنة توازن الحاجات الفعلية للمحافظات وأبناء هذه المحافظات، ولدينا محافظات تعاني معاناة شديدة خصوصا إذا رجعنا إلى خط الفقر وطبيعة المشاريع وحجم الاستثمارات في تلك المحافظات كالمثنى والديوانية والديوان، ولا بد من تمييز بأن المحرومية يجب أن تكون أولا في عملية المشاريع. لماذا؟ لكي نحقق نموا متوازنا للمحافظات في مختلف العراق، مناطق العراق، وليس أن تكون محافظة على حساب محافظة أخرى بحجة التوزيع على عدد السكان. هذه قضية كلش مهمة. اثنين، أن نخلق بيئة صحية للاستثمار بشكل فعلي لتشجيع القطاع الخاص، وضرورة إصدار وتشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن
تشجيع القطاع الخاص باستيعاب العمال والأيدي العاملة، وأن تقدم الدولة دعم لهذا القانون وتساهم في نسبة في التوقيفات التقاعدية أو توقيفات الضمان. نعم. لكي تكون عامل مساعد لإطمئنان المواطن بأنه إذا عمل في إطار الدولة أو في القطاع الخاص فالنتيجة واحدة، والتطور الاجتماعي والاقتصادي له هو متوازن في مختلف المراحل. هذه قضايا مهمة أنا بتقديري، وبالتالي دون المغادرة النهج السابق، نهج الذي كان يوزع على حصص الوزارات أو يوزع على حسب الكتل السياسية، فستبقى نحن في دوامة ولم نرتقي بالمجتمع من حيث مستواه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. هذه المطالب الطالب يا حضرة سيادة النائب، إذا تسمح لي أستاذ كامل، يعني لما السيد النائب يطالب بالتوقيفات التقاعدية لشريحة مهمة من المتقاعدين وبعض الإجراءات، هذا الموضوع بهكذا تنويه راح نشوف لربما إذا ما ضمنت مشروع الموازنة راح يتم إضافة هذه الفقرات في هذا المشروع من قبل مجلس النواب، شلون راح نشوف شكل حكومة الخدمات لما وضعت الأولويات، إذا فاتتها أولوية راح تصحح في مجلس النواب، وكيف سيتم التطبيق؟ والله يا أخي العزيز، هي شنو المشكلة؟ مشكلتنا عندما يدخلون السياسيين في توزيع الموازنة، وهذا خطأ كبير. اليوم الموازنة لكل العراقيين، كل العراقيين بكل أطيافهم، كل مذاهب، كل قومياتهم، خلي يوضعون للمحافظات الأكثر ضررا، أو مثلا قطاع مهم يخدم أكبر شريحة من المجتمع، مثلا القطاع الزراعي. اليوم كيف احنا نطور الزراعة؟ لا نظل معتمدين مثلا على النفط، خلي تكون مثل ما تفضلت قبل قليل، الأسعار مال النفط متفاوتة، نتوقع أن يصعد النفط أو ينزل الأسعار مالته. فاليوم ليش احنا ما نهتم بقطاع ونركز على هذا القطاع من خلال الموازنة؟ مثلا ناخذ القطاع الزراعي، خلي يكون هذا القطاع الزراعي أول مرة نهتم بالسدود، نقول لهم يابا تعالوا يا الأتراك، أنتم ليش قطعتوا المي من عندنا؟ مثلا الأتراك أو الإيران أو كذا، تعالوا احنا السدود، نعم ننظم السدود مالتنا، وعندما ننظم السدود راح ندعم القطاع الزراعي، هذا القطاع المهم. ايش قد هذا رايح احنا نوفر عيش للمواطن؟ الصحراء تقوم تشتغل عندنا بالزراعة، والمناطق الأخرى تقوم تشتغل، والمناطق الجنوبية تشتغل، والمناطق الغربية تشتغل، والمناطق الشمالية تشتغل. احنا ليش احنا نجزئ؟ والله احنا راح يقعدون السياسيين، خلي اقول لكم، ماني يا اخي، ماني من خلال معايشتي وياهم واعرف ايش راح يصير، خلي اقول لكم بصراحة. يعني مع الاستاذ دكتور محمد، مع احتراماتي له، اللي هو كلامه صحيح، انا اقول لكم راح تصير تناحرات، راح يقول لا انا اريدها على الوزارات، لو اريد على المحافظات، وهذا خطأ. احنا اليوم عندنا زراعة لكل العراقيين، الزراعة زراعة العراقيين كلهم، ما له علاقة ليش قصدي استاذ كامل، يعني لما نقول لكل العراقيين حتى نكون واقعيين، لما اكو حصص لاقليم كردستان، اكو حصص للمناطق الغربية، ما عندكم فرضيات في الموازنة؟ نعم، المناطق الجنوبية والبترول، ما له علاقة. اقول لك انا جاي احكي لك كلام يسمعني، يسمعونا العراقيين جاي يسمعونا. نعم. انا ما له علاقة بالترضية السياسية، ما له علاقة اني انطي للاقليم ها قد والله تعالوا بس صوتوا لي وانتخبوا لي. طيب. لا، هذا مو الكلام. جاي احكي لك احنا على موازنة، يجب هذه الموازنة ان توضع في مكانها الصحيح، يجب علينا ان نختار احد القطاعات المهمة. نعم. وندعمه، حتى نقول يا ابو هاي الموازنة والله. طيب. فعلنا الزراعة وطورنا الزراعة وشكلنا اليد العاملة وعيشنا المواطن العراقي. يعني كل الكلام. نعم. خلي كل شكل. نعم. وانا اكد على الزراعة، خليك. طيب. نعم، اكد على الزراعة. نعم. احنا خلي كل الاحزاب والكتل السياسية وبالإضافة إلى الجهات الأخرى، خلي أكدون على قطاع، شلون أنت تقول أنا يابا ما أطشر فليسات هنا وهنا ويرحن، وبعدين بالأخير ما نعرف فلوسنا وين تروح. تمام. الموازنة ما نعرف. طيب. وين تروح. يعني هسه اللطيف بالكلام، خلي خلوها في مكان وفي جهة واحدة، وخلي يتولاها السيد رئيس الوزراء السيد السوداني. نعم. ويقول أنا يابا، أنا بالنسبة لي من موقع عدنا أمسك الزراعة، خلي أمسك الزراعة. وذيك الساعة احنا تعرف أنت اليوم الفلاح ايش قد راح يشكل يد عامله، الارض الزراعيه. طيب. الامور الاخرى، عندنا الزراعه، الارض مالتنا من احسن الاراضي، المياه عندنا فوق الارض، خلي المياه موجوده، خلي الاشياء، بالاضافه لا تركيا تقول لك روح ابني سدود واني اعطيكم الحصه المائيه، ما اسد عندكم المي. طيب، خلي اقول لك اياها بصراحه. اليوم النفقات التشغيليه في الموازنه استاذ وائل بطبيعه الحال راح تكون اقل بكثير من الموازنه الاستثماريه، بمعنى الاستثمار راح يكون كبير. هنا هذا التوجه
صوب هكذا موازنة توجه مهم جدا راح يساهم في إنعاش الوضع العراقي، تقديم خدمات للمواطنين. إذا ما تحدثوا ضيوف الكرام وحضرتك أيضا هسه أكثرها في المشاريع الاستثمارية، إذا ما جرت الأمور على ما مرسوم إلها راح نشاهد خلال 23 أكو تحسن جذري في واقع الخدمات؟ نعم، أنا أتصور يعني حسب المعلومات اللي أكاد أن أكون متأكد من عدها أنه البرنامج الخدمي للسيد محمد الشياع السوداني هو يسير ضمن خطوط متوازية كل على حدة، يعني بعيدا عن المدد الزمنية والسقوف الزمنية لكل خط في إتمامه. فبالتالي قد نجد أنه هناك تقديم خدمات صحية، وهناك خدمات على البنى التحتية، وهناك خدمات في القطاع الصناعي، وهناك خدمات في القطاع الزراعي، وغيرها من الأمور الأخرى الواضحة، إعادة إعمار بعض المناطق في بغداد وفي بقية المحافظات. لكن سيدي الكريم، أنا أتصور أنه ثمة فرق ما بين العدالة والمساواة. يعني لو الموازنة تعتمد على مبدأ العدالة أفضل من المساواة، لأنه بعض الأحيان مثلا لدينا محافظة البصرة، مثال يعني قاعد أقول، محافظة البصرة هي الأم الحقيقية المعطاء لخير العراق كله. فبالتالي لا يمكن أن أخلي هذه المحافظة مثلا بشكل متساوي مع بقية المحافظات وهي بوابة النفط وبوابة العراق كميناء منتجة للنفط على أقل تقدير. نعم، محافظات منتجة للنفط، من أكثر المحافظات المنتجة للنفط. فبالتالي هذه يفترض أن يتعامل معها من مبدأ العدالة وليس من مبدأ المساواة. العدالة يعني راح تكون من يعني برنامج الحكومة، نواب البصرة في مجلس النواب، نواب كردستان في مجلس النواب يضغطون في سبيل، يعني هذه واحدة من النقاط التي تثبت أحقيتهم. هذا لا يلغي حق بقية المحافظات في أن يتمتعوا فعلا في هذه الحكومة التي تقدم منجزها الخدمي وشعارا لها في هذه السنوات، لكن يعني أتصور أننا سنرى في 23 شيء ملموس على الأرض، على الأقل نقول أننا انطلقنا نحو ما نراه في 24 أفضل. وهكذا الأمور التي يفترض أن تبنى، خاصة إذا ما أخذنا سيد أحمد التركة الثقيلة التي ورثتها هذه الحكومة من حكومة تصريف الأعمال ومن الحكومة أيضا السابقة. يعني تركة ثقيلة جدا، مأساة وفساد. يحتاج إلى الكثير من المراعاة وإعادة النظر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون، أثريت الحوار ضيفا كريما في الاستوديو. حياك الله. وضيوف الكرام تتفضلون بقاء معنا كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. ضمن ما وعدت به حكومة الخدمات الحالية عن تقديمها البرنامج الحكومي هو الاهتمام بالمواد الغذائية وتقديمها للمواطن لتقليل العبء عن كاهلة بالقدر الممكن. لذلك اليوم بدت خطوات وزارة التجارة تتحرك صوب هذا الهدف بإطلاقها للوجبات الغذائية واستعدادها لزيادتها بحسب الخطط الموضوعة إلها. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نهى الشمري. أبحرت سفينة حكومة الخدمات صوب إنعاش الواقع الاقتصادي ومحاربة حيتان غسيل الأموال بعد فشل الحكومة السابقة بوضع الخطط والتوجيهات التي تسهم بنمو الواقع الاقتصادي، حيث أجرت الحكومة الحالية العديد من اللقاءات والاجتماعات التي يترأسها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، وآخرها ما كان مع وزير التجارة، إذ لم يكن الاجتماع الأول الذي يتمحور حول توفير السلة الغذائية للمواطن، وكذلك التوجيهات الخاصة بالمواد الغذائية التي تعد قوت الفقير وذوي الدخل المحدود المعتمدين على مفردات البطاقة التموينية. كان لقائنا مع السيد وزير التجارة وأحد المدراء العامين بشأن مفردات البطاقة التموينية. ضمن هذا الإطار حتى نعزز خزيننا الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية، كانت التوجيهات واضحة وصريحة للمواد الأساسية.
فاللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء مع وزير التجارة ما تزال مستمرة، وآخرها الذي انعقد يوم أمس لمناقشة تفاصيل البطاقة التموينية، حيث وجه السوداني بالحرص على الالتزام بالمواعيد لتوزيع السلة الغذائية وتنوع مفرداتها، مع إجراء دراسة خاصة تهدف إلى زيادتها للأشهر المقبلة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية، إذ تثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة. بالوقت الذي سيتم إطلاق الوجبة العاشرة للمواد الغذائية بدءا من يوم غد الأحد، إذ أنهت الوزارة جميع الاستعدادات الفنية والإدارية ووفقا للخطط التسويقية الموضوعة ليتم توزيع المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية والبدء من المناطق الأكثر فقرا بالتتابع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بسيد النائب الدكتور محمد عنوز والأستاذ كمال الغريري، وينضم معي ضيفا كريما عبر سكايب السيد فراس الحمداني مدير غرفة تجارة رئيس غرفة تجارة بغداد. حياك الله أستاذ فراس. سيادة النائب، أبدأ مع حضرتك، نتحدث اليوم عن توزيع البطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها، هذا الملف اللي أصبح شائك في الحكومات السابقة، ودائما ما تنادي الحكومات بتعزيز هذا الملف، ولكن اليوم نشوف أكو إرادة حقيقية، يعني راح نلمس المواطن يستلم حصة كاملة، أكو مفردات راح تضاف، لما ما نقدر نرفع أو نخفض سعر الصرف اتجهنا إلى دعم البطاقة التموينية. مع دكتور محمد. أستاذ الكريم، هذا الموضوع تراكم بشكل خطير جدا، بحيث جعل المواطن يعمل مقارنة بين ما عليه اليوم أو ما بعد 2003 وما قبلها، وسببها بأنه آليات العمل والاتجاهات في عمل الوزارات وتعاقب الوزراء وتغير المناهج بيناتهم والابتعاد عن مصلحة الشعب العراقي جعل هذه العملية معقدة جدا، بحيث شريحة واسعة وقاعدة اجتماعية كبيرة جدا تعاني من هذه القضية، إلى درجة البعض حسب متابعاتنا وزياراتنا لبعض الوكلاء وبعض المخازن بأنه كثير من المواطنين لا يثقون بوجود المادة أو يذهب للحصول على مادة واحدة. اليوم نأمل بأن تتحقق التوجه الجاد بأنه تزاد مفردات البطاقة ونضمن توزيع في أوقات محددة، وكذلك لا ننسى موضوعة الخزين الاستراتيجي الذي على أقل تقدير لا يقل عن 6 أشهر، وحسب المعلومات العامة كثير من مخازننا لا تحتوي على مثل هذا الخزين، ولذلك نقول على الحكومة وبالذات وزارة التجارة أن تتدخل بشكل مباشر لضمان هذه النقاط أو هذه الأسس، وخصوصا في عملية توسيع المخازن وتوفير بيئة صالحة للخزن، سيما والوزارة لديها أسطول من الآليات ولديها مواقع متعددة حتى قطع أراضي لديها كي تقيم عليها تلك المخازن الحديثة. طيب، وبالتالي أن المخازن تنعكس عليه هذه الإيجابية من خلال الاهتمام الجدي ومتابعته، وهي معالجة صحيحة وسليمة لما حصل من فرق السعر في الدولار، وكان هذا ما مثبت في المعالجات عندما تم إقرار رفع تغيير سعر الدولار، ولكن للأسف في مجال التطبيق لم يتم بشكل جدي، وفقط تمت متابعة وتمت الحديث عن هذه القضية. طيب، ولكن نتأمل في المنهاج الجديد للحكومة الحالية أن تأخذ الأمر بجدية. طيب، لأنه هذه لها تماس مباشر في حياة المواطن. طيب، هذا التماس المباشر سيد عنوز، إذا تسمح لي خلينا أقاطعك، ولا يمكن التحجج بهذه الطريقة أو تلك. أقاطعك سيد عنوز، الأستاذ كامل لما يتحدث السيد النائب عن أن هذا الملف ملف مركب، مننا إحنا ما قللنا سعر الصرف ونريد نحسن المستوى المعيشي للمواطن، الطبقة اللي تعيش تحت خط الفقر،
بالتالي تعزيز البطاقة التموينية يجب أن يكون بإجراءات فعلية وواقعية مثل ما أوضح السيد النائب. هنا أنا شو راح يكون عندنا التحدي الكبير؟ هل يكون تحدي مركب؟ راح ننجح بهذا التحدي؟ الحكومة لما تؤدي مهامها الحالية عليها الأنظار يعني مفتوحة، سواء من الطبقات المستفيدة أو من الجهات التي تترصد الخلل اللي ربما ترتكبه هذه الحكومة. نعم أخي العزيز، تعرف أنت اليوم بعد المعاناة وخلال هاي الأشهر الماضية من كانت هناك صراعات وصراعات سياسية، أعتقد المواطن وصل إلى مرحلة الانهيار، وإنما تعب في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع الدولار. اليوم أعتقد أني كان هناك أولوية السيد محمد الشاع السوداني والسيد وزير التجارة والاجتماعات المتواصلة، طبعا الاجتماعات خلال هذه الأيام ليلا ونهارا بصراحة، كيف تكون هناك توفير الحصة التموينية الكاملة إلى المواطن، وهذا بالنسبة لهم. طبعا هنا الرجل اللي هو وزير التجارة يعتبر ابن التجارة ويعرف التجارة ويعرف كل ما يستطيع أن يوفر هذا المعجزة اللي حصلت طيلة هذه السنوات. كانت البطاقة التموينية ليس كاملة، كانت المفردات مالتها ليس كاملة، فاليوم أعتقد أكو توجه وأكو برنامج جديد وأكو خطة مدروسة لكيف تكون التجارة تعمل ليلا ونهارا لتوفير الخبز للعراقيين. وهذا طبعا بجهود السيد السوداني بالإضافة إلى وزارة التجارة بالإضافة إلى الأخوة وجهود الأذرع التجارة، واليوم أعتقد راح العمل يختلف عن الماضي ما حصل في الوزارات القبلة. طيب أستاذ فراس الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد، حياك الله، يتحدى الضيوف الكرام عن القضية التشاركية بين المواطن وبين الحكومة. خلينا ندخل على خط المشاركة التجار في القطاع الخاص. غرفة تجارة بغداد مسؤولة عن تسجيلهم وإعطاء رخص لهم، إيش قد من الممكن أن تساهم هذه الفئة من تجار بغداد أو تجار العراق في إنعاش السلة الغذائية للمواطن؟ حياك الله. أستاذ فراس أكو خلل بين ما صلحوا الشباب بالاتصال سكايب، نرجع أتواصل ويا حضرتك ومباشرة السيد النائب. دكتور عنوز، نتحدث اليوم عن قضية مهمة جدا وهي التوسع في عدم احتكار الأمر بيد شركات تابعة لجهات سياسية، لربما يكون توسيع منافذ التعاقد مع القطاع الخاص، ضبط المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد أو ملفات الفساد اللي تشوب هذا الملف. بالضرورة سيد الكريم، بالضرورة أن تتجه الحكومة خصوصا الحالية التي ركزت على جعل مكافحة الفساد أولوية، وكان من أبرز مواقع الفساد هي قضية لقمة العيش في البطاقة التموينية. ناهيك أنه عند الحديث عن هذه القضية، كما هو معروف في كل أزمات يجب فرض أن تدخل الدولة بشكل مباشر في هذه القضية. نعم. بإمكانها أن تستورد إضافة إلى القطاع الخاص أن يلعب دور في هذه القضية، ولا تتأخر العملية ونقول وصلت الباخرة بعد الباخرة ما نزلت حمولتها. هذه أمور يفترض محسوبة ومعروفة أنه في خطة واضحة متى يتم حجز المواد، متى تصل المواد، وهكذا الأمر بحاجة إلى عدم وجود أي انقطاع بين حاجة المواطن وحاجة عملية التوزيع. وهذا اللي نتحدث عنه بضرورة وجود مخازن، يعني تتوفر على خزين حقيقي. كما تعلم لدينا أزمات تحصل، لدينا طوارئ تحصل، ليس من المعقول أن نكون هكذا. ناهيك انه المعالجة قضية السعر الذي تحدثنا عنه للدولار لا يكفي فقط الوقوف عند حاجة البطاقة التموينية، وانما من الضروري توسيع نطاق والرصيد الخاص بالحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية
خصوصا ذوي الإعاقة ومن من يقوم بدور رعايتهم، وكذلك ذوي الدخل المحدود أو الذين تحت خط الفقر. هذا أمر متكامل يفترض أن تنهض به الحكومة وتنهض به كل المؤسسات، لأنه غير ذلك سنكون عملية أحادية وكأنه فقط توزيع. لما ما تكون العمل ايضا نعم ما تحبذ سيادتنا ما تحبذ ان تكون العمليه التجاريه عمليه احاديه، لا يتوفر العمل على فرص عمل في القطاع الصناعي والزراعي والى اخره. طيب التاجر العراقي سيد فراس الحمدان اليوم شنو دوره في كيف يستفيد وكيف يقدم الفائده للمواطن ولربما حتى لمؤسسات الدوله؟ حقيقه التاجر العراقي هو شريك استراتيجي متمثلا بالقطاع الخاص العراقي مع القطاع الخاص القطاع العام العراقي. اليوم ان كان هناك رؤيه واضحه من الحكومه وتوجيه القطاع الخاص، اكيد سوف يكون القطاع الخاص خير يد لمساعده القطاع العام العراقي في تامين على اقل التقادير السله الغذائيه التي يحتاجها المواطن العراقي في حياته المعيشيه يوميا. نعم. القطاع الخاص لديه علاقات استراتيجيه كبيره، لديه امكانيات من ماليه ومعنويه ايضا كبيره جدا ولوجستيه. بامكان القطاع الخاص ان يعتمد عليه او بامكان القطاع العام عفوا يعتمد او يعتمد على القطاع الخاص في توفير هذا الغذائي. اليوم الاخوه تحدثوا سيد النائب الاستاذ محمد وكذلك عامل الغريري في إمكانية فتح فرصة جديدة للحكومة العراقية المتمثلة بوزير التجارة. وزير التجارة هو ابن هذه الوزارة ورجل مهني ومعروف ومتدرب على أقل التقادير في مهنيته باعتباره مدير عام، واليوم يتسنم موقف وزيرا للتجارة، وأعتقد كان أيضا هو يشغل هذا العنوان أي عام المواد الغذائية بطاقة تموينية. حقيقة على الحكومة العراقية أن تتجه في دعم القطاع الخاص وفي إيجاد رؤية حقيقية للاستماع والاستفادة من قبل هذا القطاع الخاص المهم. طيب أستاذ كامل تحدث اليوم عن تحقيق التوزيع مفردات البطاقة التموينية في توقيتات موحد، ويعني مو شهر حصة بها تمن ورا ثلاثة شهور يجي الدهن ورا ما أعرف شنو، فبالتالي صارت سلفة مو صارت حصة تموينية. التوقيتات والالتزام بها بالإضافة إلى تعدد المفردات، والسيد رئيس غرفة تجارة بغداد يوصف الوزير هو ابن الوزارة ويعرف كل هذه الإشكالات. إذا ما اتبعنا هكذا نهج راح نشوف أكو رضا لدى المواطن؟ لا أخي العزيز، اليوم احنا نريد تغيير، معنى احنا لا نريد مثلا السيد حاليا سيد وزير التجاره يحذو حذو الوزراء السابقين اللي هم كان من المعيب على البطاقه التموينيه ما توصل للمواطن. خلي اقول لك اياها، ما توصل للمواطن، وانما اذا توصل بوقت متاخر ومرات شهر او نهايه الشهر يلا توصل. فاليوم اعتقد اليوم لان المتابعه كانت ميدانيه من قبل السيد السوداني وبكل صراحه ومهتم بهذا الموضوع وأعطاء أهمية كبيرة جدا، والتنسيق مع سيد وزير التجارة بالإضافة إلى المدراء العامين وأذرع التجارة اللي موجودين من المدراء العامين، أعتقد هاي راح يكون لها نجاح. وريتهم أن يضعون بصمة تاريخية للعراق ويقولوا لهم يا أبا شوفوا إحنا الوزارة حاليا هذا سر نجاحها، وسر نجاحها عندما توصل البطاقة إلى المواطن في الوقت المحدد. ما اريد ان تكون في فتره معينه والمواطن يصير عنده ملل ويتحدث المواطن والمواطن بعد ما يتحمل. بصراحه خليني اقول لك اياها، لا يرحم وزير التجاره ولا يرحم السوداني ولا يرحم هاي الحكومه بكل صراحه، اذا ما كان هناك وعود صادقه وتكون عمل جاد وللنهوض بهذا القطاع التجاري المهم. اليوم مهمل هذا القطاع طيله هذه السنوات، فان شاء الله وبعون الله وبهمه السيد السوداني وبهمة السيد وزير التجارة اللي هو ابن الوزارة أن تكون هذه التجارة وتوصل البطاقة التموينية وما يحتاج المواطن.
طيب في سؤال اخير تسمح لي سياده النائب ان اذهب الى السيد فراس الحمدان مطينا حصته في هذه في هذا الجزء من البرنامج. سيد فراس، نتحدث اليوم عن البطاقه التموينيه والتاجر العراقي اللي من الممكن ان يؤدي بعض المهام اللي تقع عليه، اكو مرات تكون بها شبهات فساد، اكو مواد مستورده، اكو يعني خفض سعر المواد في السوق، يعني كيف راح يؤثر انه يعني اذا زيت المستورد وزيت توزع بالحصه راح يكون اكو هناك انخفاض، اكو قضيه تكافليه بين المواطن والتاجر؟ نعم، حقيقه انا اريد اتحدث عن موضوع ايضا مهم اضيف الى ما تفضلت به من امكانيه انخفاض او تعاون ما بين التاجر العراقي والحكومه العراقيه في هو سياسة إدارة حالة العقود الخاصة بالمواد الغذائية. هناك يجب على الحكومة العراقية الابتعاد عن النرجسية في اختيار وتحديد شركات وعدم الاعتماد على الآليات المتبعة سابقا في منع ثقة وزارة التجارة شركة عامة المواد الغذائية غيرها من الشركات لعدد فقر من هذه الشركة. القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، أكثر من 1000 شركة مسجلة في اتحاد الغرف التجارية، يعني ليس معقول على شركة فراس أو شركة سين أو صاد من الشركات العراقية وباقي الشركات هي غير مؤهلة وغير مرخصة أو غير قابلة لأن تكون هي شنو داعمة في توفير مثل هكذا مواد غذائيه في السله الغذائيه للمواطنين. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سيد فراس الحمداني، امنيتك تفضل بها ان تفيد في اختيار الشركات العراقيه وتعطي فرصه اكبر من خلال اتحاد الغرف التجاريه العراق وغرفه التجاره بغداد لترشيح شركات رائده ومسجله. نعم، رئيس غرفه تجاره بغداد السيد فراس الحمداني، شكرا جزيلا انضمامك معنا عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك السيد النائب محمد عنوز النائب المستقل ورئيس اللجنة القانونية النيابية، حدثتنا عبر الأقمار الصناعي من نجف الأشرف، وكذلك ضيفي في الاستوديو الأستاذ كامل غريري النائب السابق. ضيوفي، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وشكر كثير لكم مشاهدينا أحب على حسن المتابعة، في أمان الله.